أعزائي مستمعي راديو الأهرام، النهاردة معنا الأستاذ الدكتور أسامة عبد الناصير، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة كلية الطب جامعة القاهرة، واللي هيكلمنا عن أعراض الجيوب الأنفية والعلاج الجديد للأطفال. هو العلاج الجديد مصرح به في البالغين الأطفال، ده كانت المرضى الحساسية الإكزيما الجلدية. التهابات الجيوب الأنفية بصورة عامة هي مش دور برد البسيط اللي بياخد يومين ثلاثة، لا ده دور برد تقيل يطول مع العيان أسبوع 10 أيام، انسداد ورشح ومخاط وصداع وحرارة. دي التهابات الجيوب الأنفية اللي كلنا نعرفها. النوع الحد منها ياخد علاج مضاد حيوي وفي 10 أيام أسبوعين يبقى هايل وممتاز ويخف. ساعات لما يطول ويعدي الأعراض دي ما تخفش وتعدي 3 شهور 4 شهور، عيان يقول لك أنا من ساعة ما عييت أنا الأعراض عندي ما بتتحسنش، ده الالتهاب المزمن. الالتهاب المزمن كان بيجدي معاه يعني العلاجات التقليدية اللي قلنا عليها أو ساعات جراحات بنظير الأنف والجيوب الأنفية. في نوع من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة دي بيبقى مصحوب بزوائد لحمية، تطلع لحميات في الأنف تسد مناخيره تماما، يكون بنعالجها بالكورتيزون، يا إما لو لم تستجيب للكورتيزون نعمل لها عمليات استئصال. في نسبة من العيانين لا الكورتيزون ولا الجراحة تقضي عليه ولا تسيطر عليه، ويحتاج ان هو يتكرر حتى العمليات مرتين ثلاثة أربعة، بيبقوا في دوامة. المرضى دولا هو اللي موصف لهم العلاج البيولوجي الجديد. دولا في العالم كله ابتدى يبقى فيه بارقة أمل ليهم، فتح جديد ان الناس اللي جربت علاج اثنين وثلاثة ولم يسيطر على المرض بكفاءة هم دول اللي ليهم العلاج البيولوجي. هل هم ليهم نسبة معينة؟ في نسب كتيرة في العالم كله. أساساً اللي بيجي لهم التهابات الجيوب الأنفية 1-2% من السكان، ده كم مهول. نسبة منهم التهاب حد يخف، شوية منهم يرزلوا يبقى التهاب مزمن. من الالتهاب المزمن دول ياخدوا علاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ويتحسن. نسبة في الآخر مختلفة من 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 أماكن لأماكن، احنا ما عندناش احصائيات، لما في بعض الأبحاث بتقول ان هم قد يصلوا من الالتهابات المزمنة ل60% منهم لا يتم السيطرة عليهم بالطرق التقليدية. وهل في أطفال بتعاني من نسبة من الحالة المزمنة دي؟ طبعا، بس حتى الان الدواء مجاز في البالغين بالنسبه للجيوب الانفيه. طيب. مجاز في حاجات تانية وده اللي بيتحرك فيه وبيتغير فيه الطب كل يوم عن التاني. طب وبالنسبه للاطفال، احنا يعني بما اننا احنا بنتكلم عن الاطفال واحنا في الفتره ديت برضو التقلبات الجويه عامله مشاكل كثيره مع الاطفال، نقدر ننصحهم بايه؟ الوقايه خير من العلاج، هي المقوله الذهبيه. معروف جدا اللي في بدايه اي دور حتى لا يتطور لازم ينعزل على الباقيين، ما يروحش المدرسه عشان ما ينقلش للباقيين، ما ينقلش لبقيه التلاميذ اللي في الفصل. معدي ده البرد والجيوب الانفيه العاديه كلنا حافظينها. كلنا حافظينها. طفل واحد في الشتاء والدنيا سيئه التهويه والفصول، طفل واحد بيدي الفصل كله. تمام. الوقايه خير من العلاج، مفيش حاجه بتنشا من العدم كده. اذا خدنا بالنا من الاول نقدر ما نصلش الى المراحل الاشد اللي احنا ساعتها بقى بنحتاج علاجات اعلى واعلى واعلى. شكرا يا دكتور.